مساء الخير، مرحبا بكل المتتبعين والمتتبعات على الهاتف المباشر اليوم. معكم فاطمة زهراء البلغيتي من أطاك المغرب لتسيير هذه الندوة. الندوة هي بعنوان السياسات الفلاحية والبحرية بالمغرب، وتنظمها التنسيقية المغربية، وهي الفرع المحلي لشبكة شمال إفريقيا من أجل السيادة الغذائية. لمن يريد أن يتعرف أكثر على الشبكة، هي شبكة تأسست في تونس سنة 2017. الشبكة تضم مجموعة من منظمات النضال من بلدان المنطقة. هذه المنظمات تناضل من أجل السيادة الغذائية وتطرحه كبديل للنموذج الزراعي الرأسمالي التصديري. هذا النموذج الزراعي التصديري المهيمن اليوم على شعوب المنطقة، والمفروض من قبل حكومات تابعة لسياسات المؤسسات المالية الدولية، يقوم أساساً على تدمير البيئة، على تفقير منتجي المحليين للغذاء من فلاحين صغار وبحارة ومربو الماشية، ويقوم أيضاً على استغلال المكتف لليد العاملة الزراعية. أيضاً للتعرف أكثر على الشبكة وعلى أنشطتها وعلى إنتاجاتها الأدبية وتحاليلها، يمكنكم ويمكنكن زيارة موقعها على الإنترنت، وهو متوفر بثلاث لغات وضمنها طبعاً اللغة العربية. تنظيم هذه الندوة وندوتنا اليوم حول السياسات الفلاحية والبحرية يأتي في سياق يتسم باحتداد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتي فاقمتها جائحة كورونا. واليوم هذه الجائحة أو هذه الأوضاع التي كشفت عنها الأزمة الوبائية اليوم تستغلها الطبقات الحاكمة، ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي، لمزيد من الهجوم على الحقوق والمكتسبات للفئات الشعبية، وأكثر من ذلك بل لمزيد من تطبيق سياسات اقتصادية اجتماعية ظالمة. ويرافق هذا الهجوم أيضا شن حملات قمع واعتقال للفئات الشعبية المفقرة عند أبسط تحرك شعبي. الندوة هذه غادي نتناولوا محاور كتكشف جوهر السياسات الليبرالية اللي طبقتها الدولة في المجال الفلاحة والبحر. أساسا سنعرض الانعكاسات الملموسة لهذه السياسات الحصيلة ديالها في مجالي البحر والفلاحة. ما هي كلفتها على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والبيئي؟ من هم المستفيدون الفعليون من هذه السياسات الليبرالية؟ ومن هم المتضررون والمتضررات منها؟ لتنشئة محاور هذه الندوة معنا مناضلون ومناضلات منخرطون في منظمات النضال وفي نضالات ميدانية. معنا عمر أزيكي، عاتقة الزازي، إبراهيم مناصر، وخديجة فهدي. المداخلة الأولى للرفيق عمر أزيكي، وهو عضو السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب، عضو السكرتارية الإقليمية لشبكة شمال إفريقيا من أجل العدالة، من أجل السيادة الغذائية، ومناضل نقابي بالنقابة الديمقراطية للفلاحة. رفيق عمر، عندك 15 دقيقة للحديث عن السياسات الرأسمالية في القطاع الفلاحي، 15 دقيقة تفضل. تحية لجميع المتتبعين والمتتبعات معنا، وكذلك مرحبا بجميع المشاركين والمشاركات. بالنسبة للمداخلة ديالي أنايا، غادي نهضر على هذه السياسة الفلاحية الجديدة، والذي اللي كيسموها الرؤية الاستراتيجية الجديدة في القطاع الفلاحي، واللي كيسميوها واحد السمية اللي هي بغات تكون زوينة، بغاها تكون زوينة، الجيل الأخضر، الجيل الأخضر 2020 2030. وهاد الرؤية الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر على مدى 10 سنوات، طرحت الدولة العناصر ديالها أواسط أكتوبر 2020 2019، وجرى إطلاقها رسميا أواسط ديال فبراير 2020. وطبعا
هما تيقولوا بان الدوله كتقول بان هذه الرؤيه الاستراتيجيه الجديده بغات تعزز المكاسب ديال مخطط المغرب الاخضر، مخطط المغرب الاخضر اللي كان ما بين حتى هو 10 سنين من 2008 حتى 2018. قبل ما ندوز لهذيك الرؤيه الاستراتيجيه بغيت نناقش غير بعض الامور بسرعه فيما يخص هاد حصيلات المغرب الاخضر، هاد المكاسب اللي كيسميوها هما ديال المغرب الاخضر. في حق على بعض الامور اللي هي جوهريه، لان كاين بزاف ديال الامور نقدر نديرو بها تقييم لهذا المغرب الاخضر، ولكن انا غادي نركز اولا على واش هذا المغرب الاخضر دارينا تقليص التبعيه الغذائيه، يعني واش حنا الغداء ديالنا هذه الفلاحه كتوكلنا، ولا مازال حنا مرتبطين بالاسواق الخارجيه بالغداء ديالنا. وملي كنشوفوا الارقام اللي كيعطيهم اخ النوش والدوله بخصوص هذا المغرب الاخضر، كيركزوا اساسا على الارتفاع ديال قيمه الصادرات الفلاحيه، وما كيهضروش على الواردات، يعني حنا كنصدروا مطيشه والليمون وداك الشيء، ولكن ما كيهضروش على داك الشيء اللي كنستوردوا. ما غاديش ندخل في الارقام، ولكن كيبقى انه هذاك الشيء كلشي اللي كنصدروا القيمه بالدرهم اللي كنصدروا يلا كتغطي تقريبا نصف ديال الواردات الغذائيه. وحتى بالارقام نيت ديال اخ النوش تيقول بان الحاجيات ديال الاستهلاك الوطني بالنسبه للحبوب يلا كنوصلوا فيها 65%، والسكر مثلا 47%، بمعنى حدا مازال بعاد على اننا هذه الفلاحه غطي لنا الحاجيات ديال الغذائيه الاساسيه. وكاينين دراسات دابا اللي كتبين بان هذا المغرب غادي مازال يعرف هذا العجز، يعني هذا العجز ديال الانتاج على تغطيه الاستهلاك حتى الافق 2025. وكان احصائيات اللي كتقول بالنسبه ديال 28 حتى 41% بالنسبه للحبوب، 23% بالنسبه للقطاني الغذائيه، 42% بالنسبه لزيت الزيتون، 30% للسكر، 21% للزبده الى اخره. بمعنى حنا مازال راه غادي في حدود واحد 5 سنين ولا 6 سنين اخرى غادي نكونوا مرتبطين مازال بالواردات الغذائيه. طبعا تيقولوا هناك اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه، كذلك في اللحوم، في البيض، ولكن هذا مرتبط بالدعم الكبير اللي حظوا به كبار المستثمرين في هاد القطاعات واللي كان كيركز عليها المغرب الاخضر. بالنسبه لمساله اخرى، واحد العنصر اخر هو دخل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي. كاين جوج، كاين اولا العمال والعاملات الزراعيات، لان كيشكلوا واحد فئه كبيره تقريبا ما بين 900 الف حتى المليون مرتبطين بالقطاع الفلاحي. وتيقول لك انه في المغرب الاخضر راه تزاد 33% في الحد الادنى للاجر الفلاحي خلال 10 سنوات، ولكن هذا الشيء راه كيبان بانه راه ما صحيحش، لانه ما ربطوش اولا بغلاء المعيشه، ثم انه الحد الادنى للاجر في القطاع الفلاحي راه غتهضر على عتيقه، راه يلاه 1900 درهم 1994 درهم راه ما كتكفي والو. وراه كاين اتفاق ديال 26 ابريل 2011 اللي بغى يبين يقاد بين هذوك الاجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، ولكن مازال ما بغاش يطبق لان الدوله ما بغاتش تطبقه، لان الباترونات هي ما بغاتش تطبق داك الشيء. وطبعا الدخل ديال الفلاحين الصغار ايضا اللي هما اكثر من مليون، تيبان بانه اليوم المؤشرات الفقر في العالم القروي راه كثيره بزاف، وما غاديش ندخلوا هنايا في الارقام. وملي كنشوفوا حنايا دابا انه التهافت اللي تيكون مثلا واحد 16000 ولا 17000 عامله ديال الفريز اللي كتمشي لاسبانيا، كيبان فعلا بان هذا المغرب الاخضر راه بعيد على هذاك الشيء اللي تيقول. مساله اخرى اللي نقدروا نهضروا عليها هو الاستنزاف الماليه العموميه. دونك هنا كاين بزاف الارقام اللي ما غاديش نهضروا عليها، هو هذاك الشيء اللي الدعم الكبير اللي كتعطيه الدوله بالنسبه لهذوك الاستثمارات الخاصه. دونك غير بعجاله بعض العناوين ديال الحصيله، يمكن ندخلوا في التفاصيل من بعد. بالنسبه للاهداف ديال استراتيجيه الجيل الاخضر الجديد 2020، حتى هما عاوتاني بحال الاخضر مخطط المغرب الاخضر يعتمد على دعامتين. هاد الدعامتين اللي كيسموهما يقول لك اولويات العنصر البشري، هذا الدعامه الاولى. الدعامه الثانيه هي مواصله ديناميه التنميه الفلاحيه، بمعنى داك الشيء اللي بدا المخطط المغرب الاخضر غادي نكملوا حنايا.
هادشي دابا اللي كيسميوه اولويات العنصر البشري، كاينين شي مفاهيم تيقول لك اسيدي حنايا بغينا نسمحوا لواحد 400 الف اسره فلاحيه باش تمشي للطبقه الوسطى. وهذا المفهوم ديال الطبقه الوسطى فيه نقاش كبير، و راه هذاك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي راه داير واحد الدراسه كلها على الطبقات الوسطى الى اخره، راه فيها مشكل، ولكن على الاقل هما تيلخصوها في انها راه الدخل ديالها اكثر من 3800 درهم في الشهر، وتيقول لك بغينا نديروا التغطيه الاجتماعيه ديال 3 مليون في اللعب. يلا راه يلا واصله شي تقريبا شي مليون و800، وقال لك عاوتاني غادي ندعموا واحد 350 الف فلاح مقاول، بمعنى مستثمر، وغادي ندخلوا فيهم الشباب الى اخره. دونك هذا الشيء كله بعدا ما كاينينش ارقام، لان الدوله الاحصاء الفلاحي الاخير اللي فيه دوك المعطيات على الفلاحه وعدد الاستغلاليات وعدد الفلاحه والمساحات المستغله الى اخره، يعود الى 1996. نا الدوله دارت واحد الاحصاء فلاحي في 2016 وبغات دير سماته السجل الفلاحي الوطني، ولكن لحدود الان المعطيات ديال هذاك السجل ما بغاتش الدوله تخرجهم، راه بحال واحد النوع ديال باقي سر ديال الدوله. هو اللي علاش ارتكز هذا الشيء، باش نعرفوا اليوم شحال واصلين هاد الفلاحه الكبار، شحال الملكيات كيمتلكوا الى اخره. دونك هذا الشيء كله راه ما عندناش فيه ارقام اللي باش تقدر تناقش هذا الشيء دابا اللي كتقول الدوله. قالوا بان راه مخطط المغرب الاخضر خلق 300 الف استغلاليه فلاحيه جديده، بمعنى كان عندنا في المخطط في الاحصاء ديال 1996 مليون ونص فلاح، دابا راه وصل مليون و800 الف فلاح. وطبعا شكون هما هاد كبار الفلاحين في المغرب؟ كنعرفوا حنا بانه راه 70% ديال الفلاح عندهم مساحات اقل من 5 دول. مساله اخرى اللي من بين الاهداف ديال هذه الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر، هو تيقول لك اسيدي غادي نعطيو الارض، خصنا نعبئوا كيسموه نعبئوا العقار، نعبئوا الاراضي الفلاحيه لهاد المستثمرين، اولا من هذاك الشيء الاراضي السلاليه. دونك راه غادي يهزوا واحد مليون هكتار من الاراضي السلاليه، وبخصوصا هذيك اللي غادي تكون في القطاعات النسقيه، وغادي يفرقوهم للمستثمرين الى اخره، سواء على شكل عروض ولا كذا الى اخره. و راه هذه القضيه راه بدات مع المغرب الاخضر، لانه واحد 24 الف هكتار من هذه الاراضي السلاليه توزعات علاوه على واحد 110 الف هكتار استعتات من ملك الدوله الخاص لهذوك المستثمرين. وطبعا هما تيقول لك بانه نزيدوا كاينين فلاحه اللي هما شارفين تيقدروهم هما ب 360 الف فلاح، دونك راه هما اللي عندهم المعطيات وما عارفينش شحال هذا الشيء، باش كاين واحد 360 الف فلاح شارفين فوق 65 سنه، خصنا ندفعوهم يبيعوا الاراضي ديالهم ولا يكريوها لهذا الشباب اللي غادي هذه يستثمر. دونك هذا الشيء كله واحد العمليه ديال الادماج واعاده دمج هذه الفلاحه باش وفق معايير اللي مازال ما واضحاش مزيان، لان ما كاينش معطيات. يقولوا كذلك هذاك الشيء غادي نديروا التامين الفلاحي واحد النوع اللي فعلا التامين الفلاحي راه غادي يديروا غير الناس الكبار اللي يقدروا يخلصوا لاسورانس لهذيك التعارض ديال الفلاحيه المغربيه للتامين، وطبعا غادي نزيدوا الاطور وهذاك الشيء المستشارين الى اخره، وهذا الشيء الاخر نزيدوا ندخلوا الفلاحه في الخدمات الرقميه في الانترنت. بمعنى دابا حنا غادي نزيدوا هذا الشيء ديال الاستثمار العصري والربط هذا الشيء كله بهذه الديناميه الفلاحيه اللي بداها المغرب الاخضر، وهذه هي الدعامه الثانيه. بمعنى هذه العمليات اللي مرتكز عليها مخطط المغرب الاخضر جميع سلاسل الانتاج. شنو هي بعد سلاسل الانتاج؟ سلاسل الانتاج هو واحد المجموعه اللي كتشمل عده مؤسسات وفي عده قطاعات. نقدروا مثلا نقولوا كتجمع مثلا الفلاحه، الانتاج الفلاحي مع الصناعه مع التحويل الصناعي مع البحر مع كل شيء، وهذه كتسمى كلها واحد السلسله ديال الانتاج، وكيكونوا مجموعه كبيره هما اللي كيستحوذوا على داك الشيء، وتيبقاو الفلاحه الصغار والمتوسطين مرتبطين بهذه السلاسل الكبرى ديال الانتاج، سواء في يعني في الدعم ولا حتى في التسويق ديال المنتوج.
وطبعا من بين التنظيمات اللي كترافق هذه السلاسل الانتاج هو هذاك الشيء اللي كيتسمى الفيدراليات بين نهائيه، وكيجمعوا دابا الفيدرال مثلا ديال الطومور او لا ديال الخضروات او لا ديال الاشجار المثمره الى اخره، واللي تقريبا راه كاينه شي 19 فيدراليه، وتيسمعوا لهذه التنظيمات هذه الفيدراليات هي اللي كتشرف على العمليات ديال هذا التسيير ديال هذه الميزانيه العموميه اللي كتعطى لهذا القطاع الفلاحي. وكذلك بغات لهذه الاستراتيجيه نحفزوا التعاونيات، ولكن اش من نوع ديال التعاونيات؟ كيقولوا التعاونيات المقاولاتيه. هنايا كنضربوا ذاك، لان التعاونيات اصلا في المفهوم ديالها هي مفهوم تضامني والى اخره، ولكن هادو دابا لا، تعاونيات مقاولاتيه بحال هذا الشيء دابا اللي كنشوفوا في الاركان وفي الزعفران الى اخره. كيجي واحد المستثمر هو كيدير واحد المحطه انتاجيه، كيدير فيها داك الشيء الالات، وكيدير فيها التصدير والى اخره والماركات، وكيصدر. الناس الاخرين المعنيين المباشرين غير كيجيبوا وكيخدموا كيد عامله باجور اللي هي جد منخفضه. وطبعا غزيدو يقلبوا هما في هذه الاستراتيجيه الجديده على داك الشيء اللي كيسميوه المنتوجات ذات المردوديه العاليه. دونك راه زادوا هذا الشيء دابا، راه زادوا هذا الشيء ديال قالك الزراعه البيولوجيه حتى هي، هذه الزراعه البيولوجيه حتى هي غادي يدخلوها في هذا الشيء ديال الاستثمار الفلاحي الى اخره. دونك هذو كلها امور دابا اللي انه هذه الفلاحه في الاخر نزيدوا نوفروا الشروط ديال الناس الكبار ديال المجموعات الكبار، هما اللي غادي نوفروا لهم الدعم، نوفروا لهم الماء، نوفروا لهم الارض، نوفروا لهم يد عامله رخيصه، ونوفروا لهم هذوك الفلاحه الصفر، كل شيء يرتبطوا بهم. وفي الاخر ما كيوكلوناش. دونك هذه هي الجوهر ديال هذا ديال هذه السياسه الفلاحيه في المجمل ديالها. وطبعا حنايا في الشبكه ديال السياده الغذائيه وكنقابه كذلك، حنا في الفيدرالية نقابه الديمقراطيه، راه درنا واحد الارضيه في المؤتمر ديالنا الاخير اللي كنشيروا فيها هذه الامور هذه، اللي تنقولوا انه خصنا حنا كبديل هذا الاستثمار الزراعي الخاص المبني على الربح الكبير، انه تنسخروا الميزانيه العموميه لتنميه الارباح ديال الخواص. خصنا حنا اولا ان الشعب ديالنا بشكل ديمقراطي هو اللي غادي يحدد السياسه الغذائيه ديالو والزراعيه بشكل مستقل. ما عندناش حنا الادوات ديال الديمقراطيه الحقيقيه اللي كيعبر فيها الناس المعنيين المباشرين بهذه السياسه الفلاحيه يعبروا على الراي ديالهم. بمعنى انه خص هذوك اللي كينتجوا الغداء اليوم، واللي هما الفلاحين الصغار، واللي هما صغار البحاره، واللي هما المهنيين الغابويين، واللي هما العاملات والعمال الزراعيين، هما اللي خص في الحقيقه يكون عندهم الحق بانهم يحددوا السياسه ديالهم في الاراضي، في المجالات الترابيه، في الثروات المائيه ديالهم، في المية، في البذور، في الماشيه الى اخره. بمعنى هما اللي غادي يدبروا هذا الامر هذا، ماشي يجينا هذاك الشيء محطوط من الفوق، وطبعا مرتبط بالمؤسسات الماليه الدوليه الى اخره. وطبعا هذا المشروع هذا كله ماشي غير مرتبط بالفلاحين بوحدهم، ولكن راه هو مشروع مجتمعي كبير اللي خص جميع القوى يعني المعنيه بهذا المعنيه بالغداء، راه كلشي المواطن المغربي بالغداء، هما اللي خصهم يعطيوا الراي ديالهم في هذا الشيء. وبالتالي فاحنا كنطمحوا ان هذه السياده الغذائيه، هذا هو المفهوم ديالنا حنايا، هو النقيض ديال هذا النظام ديال هذه الصناعه الغذائيه المرتكزه اساسا على التصدير، واللي هي كما كنشوفوا عندها واحد العداد ديال التدمير ديال الموارد الطبيعيه والبشر الى اخره. وفي الحقيقه شكون اللي غادي يبني هذا المشروع؟ هما الناس المباشرين اللي كيشتغلوا بشكل مباشر في هذا القطاع، اللي هما الفلاحه والبحاره الكادحين والعمال الزراعيين من الاسفل. دونك انا كملت، وتحيه لك فاطمه الزهراء. تحية عمر، على إتمام المداخلة في أقل من الحيز الزمني المخصص. مزيان وفرتي لنا واحد 3 دقائق أخرى، وأيضا شكرا على البسط الجيد، يعني الأهم لجوهر السياسات الفلاحية في المغرب. نمر للمداخلة الثانية، وهي تجربة حية
وتحضر معنا عتيقة الفزازي. عتيقة الفزازي مناضلة نقابية بالنقابة الوطنية، النقابة الديمقراطية الفلاحة، عضو فيدرالية النقابات الديمقراطية، وعضوة لجنة العاملة الزراعية بشتوكة إتباها. عتيقة لك الكلمة في 15 دقيقة لنقل وتشارك أوضاع العمال والعاملات الزراعيين، اليد العاملة الأساسية المستغلة من قبل هذا النموذج الزراعي في الضيعات الفلاحية الموجهة للتصدير. تفضلي عتيقة ولك 15 دقيقة. شكرا فاطمة الزهراء، وتحية لكافة المشاركين، وتحية لجميع المشاهدين اللي كيتابعوا هذه الندوة، وشكرا أيضا لتنسيقية شمال إفريقيا من أجل السيادة الغذائية على هذه الدعوة وعلى هذه الندوة اللي كنحضروها فيما يخص أوضاع العاملات والعمال، وضع العاملات والعمال الزراعيين في القطاع الفلاحي. مبدئيا القطاع الفلاحي هو قطاع في المغرب قطاع مهمش اللي كيتستغلوا فيه العاملات والعمال بأبشع الطرق. ومبدئيا غادي نرجع للأصل، كيفاش كانت يعني كيفاش كان حتى أصبحنا عمال وعاملات زراعيين. يعني العمال والعاملات الزراعيات في سابق العهد كانوا فلاحة صغار، يعني اللي كانوا كينتجوا الانتاجات، كيفاش كنسميوها، الفلاح، دوك الفلاحين اللي كانوا كينتجوا يعني فلاحه اللي كياكلوا منها، وكيكون الاكتفاء الذاتي ديالهم، وكيكونوا في الاسواق. اللي جاوا كلهم اغلبيه العمال والعاملات الزراعيين اللي كانوا فلاحه كادحين صبحوا اليوم عمال زراعيين، اللي كلهم جاوا يعني كان بهجره من المناطق القرويه، واغلبيتهم المناطق الجباليه، واللي توجهوا للاماكن اللي فيها المستثمرين الكبار كجهات مسكه كحوض اللوكوس. وهذا فقط كانت هذا النوع من الهجره كانت من اجل تحسين وضعيه العاملات والعمال الزراعيين. يعني كان هدفهم من هذه الهجره هذه هو تحسين الوضعيه الاجتماعيه ديالهم، وباش يعيشوا واحد العيش كريم. ولكن للاسف الشديد يعني شنو اللي كنلقاو في هذه الاستثمارات الكبيره اللي كنقولوا كيخلقوا لنا فرص الشغل للعمال والعاملات الزراعيين لتحسين وضعيتهم، واللي كنسمعوا بزاف ديال الخطابات في المخطط المغرب الاخضر. ولكن للاسف الشديد كيتصادفوا العاملات والعمال الزراعيين بواحد الوضع اللي هو اكثر استغلال من اللي التجؤوا منه ليه. يعني كان كيلقاو نفسهم في الاستثمارات، هاد المستثمرين الكبار اللي كيستثمروا في المغرب الهم ديالهم الوحيد وهو تركيم الأرباح وليس وضعيات العاملات والعمال الزراعيين. وكل ما كيشيط العاملات والعمال الزراعيين هو التهميش والاستغلال، واللي كيتستغلوا بأبشع الطرق في القطاع الفلاحي. مبدئيا يعني في هاد المستثمرين الكبار واللي كنسمعوا المخطط المغرب الأخضر وبزاف ديال يعني المصطلحات اللي هي كنسمعوها كبيره، واللي كنقولوا جنه في القطاع الفلاحي، ولكن في ارض الواقع كنلقاو كنصطدموا بواحد الواقع اللي ماشي هو اللي كنسمعوه على القطاع الفلاحي كعاملات وعمال زراعيين. يعني كنلقاو الاستغلالات، كنلقاو ايضا يعني التنقيل ديال العمال والعاملات للضيعات الفلاحيه ومحطات التلفيف في الشاحنات في البيكوبات اللي كيحصدوا فيها أرواح العمال والعاملات الزراعيين، واللي هذه ظاهرة ولات في السنوات الأخيرة واحد الظاهرة اللي حصدت عدة عمال وعاملات زراعيين بالحياة ديالهم في هاد وسائل النقل، وما كنلقاو ولو ساكن كيتحرك في اتجاه هاد المستثمرين اللي كيستغلوا العمال بهذه الطريقة وكينقلوهم في وسائل النقل غير لائقة اللي كيمشيو فيها ضحايا عمال وعاملات زراعيين بالحياه ديالهم، واللي كيخليو الابناء ديالهم متشردين من وراهم. وكذلك كيبقاو عمال وعاملات اللي كيكونوا باعاقات مستديمه اللي كتعيش معاهم طيله الحياه،
وهادو الى تصابوا العمال بهذه الاعاقات كنلقاو الباترون او المستثمرين او هذا القطاع الفلاحي هذا المشغلين ما كيقبلوهمش في الضيعات الفلاحيه او في محطات التلفيه، يعني دائما كنلقاوهم طرد ليهم لهاد العاملات والعمال الزراعيين. وكان كذلك داخل اماكن العمل ما كنلقاوش اماكن لائقه للاكل لهاد العمال والعاملات، وكذلك ما كاينش عندهم شروط الصحه والسلامه داخل الضيعات الفلاحيه ومحطات التلفيه، كما كرش مبيدات السم اللي كيتسببوا في امراض خطيره على صحه العمال والعاملات الزراعيين. يعني هنا كيكون ابسط الحقوق ديال العاملات والعمال الزراعيين في هذا القطاع مهضومه. وكذلك ملي كنجيو كنشوفوا في داخل القطاع كاين صندوق الضمان الاجتماعي اللي كنسمعوا كلشي كيهضر عليه، كنلقاو العمال والعاملات واصلين في العمر ديالهم داخل الضيعات الفلاحيه ازيد من 80 سنه وهما باقيين خدامين، واللي الحد ديال لانتريد ديال العمال هو 60 سنه مع داك العدد ديال النقط اللي كيكون في صندوق الضمان الاجتماعي واللي كيعمر في واحد الوقت اللي هو وجيز، ولكن كنلقاو الباترونه الزراعيه ما كيصرحوش بالعمال والعاملات الزراعيات اللي كيفوتوا سن التقاعد وكنلقاوهم باقيين كيخدموا، وكنلقاو السن ديالهم اللي هما متقدمين بزاف 80 سنه وباقيين كيخدموا. هل يا ترى بمشقه القطاع الفلاحي والعمل فيه غادي يقدروا يخدموا هاد العمال؟ وفي الاخير كيكون الطرد ديالهم والتشريد ديالهم، واللي كيكون السن ديالهم ما كيقدروش مازال ما كيتقبلوش بلايص وحدين اخرين، وكذلك حتى الجهد ديالهم ما كيكونش باقي قاد. وهذا الا كان كيعبر على شي حاجه وهو على امتصاص القوه ديال العمال والعاملات من بعد ما كيضعفوا ولا كيكونوا متقدمين في السن كيكون الطرد ديالهم بدون اي مبرر. هادو بالنسبه لصندوق الضمان الاجتماعي. وكذلك الامراض بالنسبه للامو كيكون امراض مزمنه اللي كتكون عند العمال والعاملات الزراعيين، ملي كيدفعوا التعويض ليه كيلقاو ايضا لامو ما كتخلصش ليهم وما كنلقاوش. وكاينين شركات كبار اللي كانوا تابعوا باقي لحد الساعه مع الملفات ديالهم كيتقطعوا لهم في صندوق الضمان الاجتماعي ما كيتصرحش به، وعندهم عده ملفات صحيه اللي كتبقى عالقه وما كاينش اللي كيحرك سكين لا في السلطه ولا الا فقط كيشوفوا الا كاين فاش يعاونوا المستثمرين الكبار من اجل استغلال الطبقه العامله. وكذلك يعني هنا كنلقاو فاطمه الزهراء وي نعم عتيقه كنسمعوك لا مزيان صافي معاش توقف لا في شو داكشي علاش سولتك. لا بالنسبه ليهم يعني السلطه كتشوف ابسط الحقوق ديال العمال والعاملات الزراعيين ما كتهضرش عليهم، ولكن اي خطا بسيط من العامل الزراعي الا وكيكون الوقوف ديال كافه السلطه من اجل المعاقبه والمحاسبه وما كيشدوليش حتى الحق ديالو من اجل انصاف هذا الباترون ومن اجل تقديم ليه هاد العمال والعاملات الزراعيين باقل تكلفه. وهاد العمال والعاملات الزراعيين هما اللي كيديروا الانتاجات، هما اللي كينتجوا هاد الاستثمارات وهاد الزراعات وهاد الفواكه والخضروات اللي كيتصدروا للخارج واللي كنهضروا عليهم وكنسمعوا الحكومه وكنسمعوا يعني الوزاره كتهضر على هاد الاستثمار بواحد الشكل كبير وبواحد القوه ديالو. المنتجين الحقيقيين ديالهم وهم العمال والعاملات الزراعيين واللي ما كيستافدوش، وايضا هاد الزراعات هادي ما كيستافدوش بها الشعب داخل المغرب، كلها كتصدر للخارج وكلها على حساب صحة وسلامة العمال. وهذا اللي ما كيكونش انتباه لهذا الوضع هذا ديال العاملات والعمال، فقط الباترونة الزراعية اللي كيهمها وهو هامش الربح وتكبير الثروة ديالها ولو على صحة العمال والعاملات. يعني ما كيهمهاش ان الوضعيه ديالهم تحسن او لا تكون في وضع افضل. وكيف ما كنعرفوا حتى هذا القانون المغربي اللي كيدير واحد التمييز خطير في حق العمال والعاملات في الاجور اللي هي الاجره اليوم الا كنا في السنوات كنهضروا على الاجره انها غادي توصل اقل اجره 3000 درهم، اليوم باقي العمال والعاملات الزراعيين
كيتخلصوا بواحد الاجره ديال 1994 درهم اللي هي ما كتطابقش حتى مع ما بين باقي العمال الزراعيين. كاين تمييز بينهم وبين القطاع يعني ما بين السميك والسماك. وهذا هل يا ترى ما عرفتش ما عرفناش كنقابات باش كتفسروا هاد الحكومه؟ ما كاينش عنده تفسير الا هو واحد التمييز. غتبقى عندك 5 دقائق كملي، بقات لك 5 دقائق. الا هو واحد التمييز في حق العاملات والعمال الزراعيين، واللي زاد كذلك يعني بالنسبه للعمال الزراعيين كاينين اشكال اللي هي كارثيه على الصحه ديالهم. وكذلك اللي بغيت نزيد نشير ليه هو هاد الزراعات اللي كتزرع اليوم في المناطق واللي كيزرعوها المستثمرين الكبار اللي كتستنزف الطاقة ديال العمال والعاملات الزراعيين، وكذلك كتستنزف الفرشة المائية، وكذلك كدير تخريب للتربة. كهاد الفواكه الحمراء اللي اليوم كتجي كنعرفوا بأنها كتخرب التربة وما كتخليش شي إنتاج آخر يتزرع من وراها في هذوك الأراضي. وحنا كنعرفوا هاد المستثمرين الكبار كل واحد ما لقاش يعني تخربت التربة وما بقاش الماء، راه اليوم ولينا كنلقاوهم كيرحلوا الريحان للمناطق الجنوب، غادي كيهربوا للمناطق اللي كدار فيها تصفيات المياه. وهذه ايضا اللي كتاثر هاد تصفيات المياه اللي كيستغلوها المستثمرين الكبار في السقي، اللي كتاثر على الطبيعه وكتاثر على الطبيعه داخل البحر وداخل البر، يعني على الفلاحه من الجانبين وايضا على العنصر البشري. يعني هنا كنشوفوا بالنسبه لهاد الاستغلالات هادو كبيره بزاف، وما كاينش اللي كينتبه للصحه ولا للسلامه ديال العمال والعاملات. واللي زاد بين لينا وبين بزاف هذا الوضع الكارثي ديال هذه القوانين وديال هذا عدم تطبيق القوانين وهذه الاستغلالات، وهو هذا الوضع ديال هذه الفيروسات الجديده اللي كاينه. وكذلك قبل ما ندوز لهذو ديال الفيروسات بعدا غادي نشير بان كاين اليوم الا كنا كنقولوا هاد المستثمرين كيوفروا لنا فرص العمل للعمال والعاملات الزراعيين، اليوم كنشوفوا هاد المستثمرين الكبار كيصرفوا العمال والعاملات وكيشردوهم. وكنشوفوا المناطق كطنجة كشتوكا ايتباها كعدة مناطق اللي كيتصرفوا فيها العاملات والعمال الزراعيين للشوارع وبدون حتى الاجره ديالهم ما تعطاتش ليهم، يعني الطرد. وكذلك بالنسبه للضيعات الفلاحيه الكبرى، كل ما نلقاو العمال والعاملات الزراعيين كيلتجؤوا للعمل النقابي باش يطالبوا فيه على الحقوق ديالهم، باش يترفع الميز عليهم ويرفعوا عليهم الحقره ويطالبوا بحقوقهم داخل العمل، كيكون الطرد ديالهم وكتكون المحاربه ديال العمل النقابي داخل الضيعات ومحطات التلفيف. وهذا الا كان كيبين شي حاجه كيبين ان الباترونه باقا باغيه تستغل العمال والعاملات الزراعيين وكتزيد في استغلالهم، وكذلك مع يعني كتكون بيد المساعده ديال السلطه المحليه ديال كل منطقه باش يكون مازال تكثيف الاستغلال. وهذا اللي بيناته الجائحه ديال كورونا اللي كانت بانت وبينات وفضحات هذا الخبط ديال المستثمرين الكبار واللي ما كتهضرش عليه السلطه ولا الحكومه ولا الوزاره في حق العاملات والعمال الزراعيين. يعني بينات هذا صندوق الضمان الاجتماعي اللي ما كتكونش به، الوقايه اللي ما كديرش، وسائل النقل اللي هي جد جد مزريه في حقوق العمال والعاملات الزراعيين، واللي بينات ان الباترونه رغم الجائحه ديال كورونا ما كيهمهاش شي حاجه اكثر من هامش الربح، ولو يموتوا العمال والعاملات الزراعيين ولو كانوا بؤر داخل الضيعات الفلاحيه ومحطات التلفيف وما كانش الاشاره لهم. وكذلك كان الاشتغال ديالهم في هذه الظروف هذه وكان التكديس ديالهم في وسائل النقل اللي كيديوهم فيها وبدون مراعاه لشروط الصحه والسلامه من اجل صحه العمال والعاملات، ولكن فقط الهم ديالهم وهو هامش الربح ولو على صحة العاملات والعمال. ولو كان هاد الجائحة ديال كورونا وكان التمديد كنسمعوها في الإعلام وفي التلفزيونات، ولكن في التطبيق وفي أرض الواقع داخل محطات التلفيف والضيعات الفلاحية هاد الشيء ما كانش، ما كانوا لا وقايات لا وقايات ولا كمامات ولا حتى شي حاجة. وهذا اللي كيبين أن الباترونات الزراعية كيهمها الاستغلال وكيهمها هامش الربح ديالها فقط على صحة العمال والعاملات الزراعيين. وهنا اش كيشيط العمال والعاملات الزراعيين؟
هو التعاسة والمرض والأمراض المزمنة والتعب فقط اللي كيشيط ليهم، وكل من كان مريض ولا عنده أمراض خطيرة اللي كتصاب فيها من هذا العمل أو المبيدات اللي كترش عليهم، ولا أمهات اللي كيفقدوا الأطفال ديالهم فترة الحمل، هادو ما كيكون حتى شي انتباه ليهم. ونتمنوا أن تكون اليوم كحنا كمناضلين نقابيين كنقولوا لازم أن يكون تكوين التأطير والتغيير في هذا الشيء، والالتفاتة أيضا والعاملات والعمال الزراعيين اللي ما يبقاش هذا الميز وهذا الحيف القانوني، وكذلك القوانين المغربية لا تنصف العاملات والعمال الزراعيين. وتحية لكم. شكرا كثير. معليش شكرا كثير. لا 42 عندنا اوت 48 غادي نمشيو. شكرا بعدا عتيقه على هذه الاحاطه الشامله والملموسه اللي تتنطلق من الواقع ديال العمال والعاملات الزراعيين في الضيعات الفلاحيه، نموذج كاتبها. الحديث على القطاع البحر معنا ايضا ويحضر في هذه الندوه ابراهيم ناصير، وهو الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي وبعالي البحار. إبراهيم معك أيضا 15 دقيقة للحديث عن سياسة العامة للدولة في مجال البحر. أولا أحيي الجميع، أحيي الشبكة على الاستضافة من أجل توضيح بعض الأمور. قبل البدء أحيي كل المناضلين، كل المعتقلين السياسيين، وكل مختط وكل عائلات المختطفين او المغتالين. حنا تنقربوا من الذكرى ديال اغتيال الشهيد عبد الله مناصر اللي تكون كل سنه 27 حتى 31 ماي من كل سنه. اذا موضوع اليوم اللي فعلا جا في وقته اللي هي السياسه ديال سياسه الدوله في قطاع الصيد البحري، خصوصا وان كان واحد نقاش في هذه الايام القليله حول مواقع التواصل الاجتماعي حول الاسماك والتسميه ديالها، ولكن مع كامل الاسف ما كاينش نقاش في العمق ديال المشكل لانها تتقاطع مع السياده الغذائيه، بحكم ان القدره الشرائيه ديال المواطنين والثمن باش يوصلون ذاك السمك اللي تتناولها غالبا المغاربه هو السرديد وبقيه مع كامل الاسف ذوك المواضيع ما تتناولش يعني جوهر المشكل فين كاين. ودتمنى رغم ضيق الوقت نوفي بهذا الغرض اللي هو التعريف بهذا القطاع. اولا القطاع ديال الصيد البحري عالميا هو واحد القطاع اللي هو تعرف البحار وتضعف واحد التدمير يعني بشكل مهول، خصوصا مع التطور الصناعي الى اخره. علاش؟ لان اولا بيئيا البحار تتعرض لواحد التدمير بيئي بارتفاع الحراره والاكسده ديالها بحكم الصناعه، وبالتالي افراط في الاستغلال ديالها كذلك، انها تؤدي لان عدم قدره المصايد تجديد يعني الاحياء المائيه اللي فيها، وهذا مشكل كبير. هذا هو عمق المشكل، لان الراسمال لا المحلي ولا العالمي لا يهمه كما تذكر في منظمه الخوف التقديم ديال التقارير ديالها، اننا حتى حنا نحاولوا ندير الاستدامه ديال الصيد باش نوجدوا الافواه ديال الملايين ديال الفقراء هذا الحوت هذا باش ياكلوه، الا ان حقيقه الامر ليس كذلك. ان القطاع البحر كيتعرض لواحد التدمير يعني كبير. علاش؟ لانه الراسمال تيبغي الارباح، والمغرب ماشي مستثنى من هذا الواقع اللي كاينه، انه كاين واحد التدمير ديال يعني جل المصايد ديال المغرب. والنتيجه ديال الحوايج اللي قلت، اولا ارتفاع الحراره واللي تتشكل واحد الخطوره على الكتله الاحيائيه بحكم انها تضرب في العمق ديال الكتله، الاكسده حتى هي والحوادث ديال 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 اللي تتسبب فيها الصناعه يعني المتطوره بما فيها انه يعني قذف ديال المواد السامه يعني النفايات السامه في البحر، وكذلك الحوادث اللي وقعات بحال تحطم ولا الثقب اللي توقع بهذا المراكب الكبيره ولا الحاملات البترول، وهذا الشيء راه ادى لكوارث طبيعيه كذلك. اذا وكاين الافراط ديال الاستغلال ديال الاسماك في المغرب مثلا، تنشوفوا شحال من نوع
يعني كاين مصيدتين بعدا راه منهاره بحال الشمال والوسط، وما بقى عندنا الا الجنوب، بقى عندنا بوجدور لتحت ما يسمى بالمصيده مصيده الاطلسيه الجنوبيه، هذه الشيء اللي بقى، وبقى فيها الاسماك الصحيه على راسها السردين. اذا كاين انهيار ديال 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 الافراط، وهادشي اعترفت به الدوله قبل ما تنهج سياسه 2009، قالت بان عندنا 17 مخزون ديال الاسماك يعني مستغله بشكل مفرط. وملي تنتعمقوا في المشكل تنلقاو انه كاين انواع مهدده بالانقراض، مثلا المرجان، المرجان والشعاب المرجانيه هي واحد البنيه لاستقبال ديال اسميتو ديال التلوث ديال الاسماك ومجموعه والبلانكتون الى اخره. ملي تتهدد 100 انواع بالانقراض، هذا يعني الفناء ديال القطاع ديال الصيد الحر. كاين كذلك على تيجي يعني كاين 100 نوع ديال المرجان مهدد، وتلعب واحد الدور كبير في السلسله يعني الاحيائيه ديال البحر. الى مشى البلانكتون تتعرض لسميتو، هو حيوان مجهري يعني اللي تتناولوا الاسماك الصغيره، وهذا الشيء سلسله ديال الاسماك اللي تتعيش على بعضها. اذا دمرنا اذا تدمرت هذا البلانكتون اللي تتقتات منه هذاك النوع ديال السمك، راه يعني المنظومه كامله هنشت. اذا عندنا 100 ديال المرجان مهدد بالانقراض، تجي من بعده الاسماك كذلك على اساس السردين الانشوبه الى اخره، وتجي كذلك القشريات قيمرون، وتجي كذلك الاخطبوط اللي هو عرف واحد التدمير من اللي كان مسبب فيه هو الصيد بعالي البحار، يعني اللي كيصطاد خصوصا هذه الاسماك ديال راسيه الارجل بحال ازيز بالدرجه الاولى الاخطبوط وكرامات وسيبيا، هادو مهددين. وكاين انواع اخرى اللي مهدده في هذا لي موريسك يعني في هذه الرخاويات، وقس على ذلك شحال من حاجه. اذا علاش تبنى سياسه اليوتيس؟ تبنات على انه راه كاين واحد يعني كاين واحد الافراط في الاستغلال، ولكن ماشي افراط، راه تهديد بالحياه في البحر. بنى على اساسه واحد السياسه ديال اليوتيس. شنو هي سياسه اليوتيس؟ هو فيها ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول هو الاستدامه ديال الصيد، والمحور الثاني هو يعني قوية فعالية القطاع، والمحور الثالث الاستغلال المهم الباترونات توضع واحد المواضع قدم في الأسواق الأوروبية. إذا شفنا هذه المحاور اللي تبنات على سياسة أريوتيس، واش فعلا هذه السياسة راه نافعة يعني هذا القطاع، ونفع من طبيعة الحال الشعب المغربي، واش راه يتناول هذه الحوت إلى آخره. إذا هذه السياسة هذه هي إذا بغينا نقولوا إعادة تقسيم ما تبقى من الأسماك، لأن اللي تعرفوا أن الأسماك ديال خصوصا الأخطبوط اللي قلت من قبيلة أنه المصايد ديالو عرفت واحد الاستغلال مفرط، وذاك الشيء اللي سبب كوارث اجتماعية. يعني ما بقاش عزيز قليل، ولات الراحة البيولوجية كأحد أسميتو يعني قبل من سياسة تدبير المصايد ديال عزيز، انه تدار الكوطه يعني واحد الحصه اجماليه تقسموها للمركوات وعلى ديال الاعالي، وعلى اساسها ملي تستثمري ديك الحصه تكون راحه بيولوجيه. اللي وقع ان هذه الراحه البيولوجيه ولات امتدت في 2004 اربع شهور لسبع شهور، والسبب ديال هذه الكارثه ديال الراحه البيولوجيه وانقراض وعدم تجدد ديال المصايد ديال الاخطبوط هي ذاك الاستنزاف اللي داتو المراكب ديال الاعالي البحار، لانه تيبغيو يلصقوا هذا الاستنزاف للصيد الساحلي، ولكن راه ماشي هذيك، لان الصيد الساحلي ما التج لذاك المصايد الا في الاواسط ديال على ما اظن ديال التسعينات، وفاش تقادوا في الكوطه هي في 99 وهجمت الباترونه على الصيد الساحلي، وبدات تقول بانه راه هو مدمر لهذا المصايد، في حين ان يعني الصيد بآلي البحر هو عنده سبب كبير في تدمير ديال هذه المصايد ديال الاخطبوط. اذا اليوتيس اللي بدا في 2009 ما هو الا اعاده توزيع ما تبقى
واعتمد اساسا على اسماك السطحيه الصغيره، ودار على اساسه انه غندير واحد الكوطه اجماليه ديال هذا الصيد اللي غيدير كل سنه وغيتوزع بين المراكب. والحصه الكبرى مع كامل الاسف تعطات الناس ما كانوش تجيبوا الحوت اللي هما المعاني ديال التصبيح، يعني تعطات لهم تقريبا 500000 طن، 8 مليون و39 طن تعطات لهم 500000 طن، وتعطات واحد 200000 طن امدادات اضافيه للمعامل والمراكب اللي كانت تشتغل على الصيد ديال الرخاويات، يعني واحد شركه مندمجه تعطات لها 200000 طن ديال الامدادات الاضافيه. وشحال خلاو الصيد الساحلي تصين في السرديد هاد الاسماك السطحيه الصغيره؟ يلا خلاو لهم 30000 طن، وخلاو لهم 75 باركو اللي خصها تصيد في الجنوب، يعني في بوجدور لتحت، بينما المراكب الاخرى وهي الاغلبيه اللي تشغل الاف، يعني 95000 تقريبا تيشغلوا الصيد الساحلي والصيد التقليدي، وعلى وتشكل فيه المراكب السديد واحد يعني عدد كبير من البحاره، يلا تعطي لهم 75 باركو، حين ان تكون اللي خذا الحصه الكبرى خذتها المعامل ديال التصبير الجديده، خذاها الامداد الاضافيه، وخذات 300000 طن الشركات الاجنبيه اللي عبر الاتفاقيات. والحصيله غتكون ثقيله من طبيعه الحال، لانه يعني مع التصريحات ديال الوزاره حسب البيانات اللي تعطي لوفيس ناسيونال البيش، وهي بيانات نسبيه لانها كاين سوق سوداء كاين مجموعه من الحوايج، ولكن تتقرب من الصوره شي شويه على مدى خطوره الاستنزاف ديال هذه الثروه للمتبقين. ما ندخلش في الارقام لان رقم مهوله، ولكن المشكل هنا كذلك الراس المال الكبير هو المسبب في التدمير ديال هذه الثروه السمكيه، لان ملي تقول انا خصني نوصل واحد العدد يعني واحد الطوناج كبير، في المقابل عندك مصايد تنهار وعندك مصيده هي المتبقيه وهي اللي تزود هذاك الطوناج الملايين ديال الطن ديال الاسماك، وفي الاخر تقول عندي معدل نمو هذا حماق، يعني هذه سياسه مدمره للقطاع، ماشي واحد السياسه اللي هي ممكن تنمي القطاع كما يدعي اليوتيس. هذاك الاستغلال كمحور اول الاستغلال المستدام، وخصنا ننقذوا القطاع وخصنا نحافظوا عليه، هي سياسه مبنيه على ما تبقى من المصاريف اللي هي مصيدات الاسماك الصحيه الصغيره اللي يعتمد على السردين اساسا. ملي تنقولوا الاسماك الصحيه الصغيره راه السردين تشكل فيها تقريبا 80%، والناس ملي تتغوط على السردين مالو غالي مالو سميتو، يعني راه تتقاطع مع المشكل ديال السياده الغذائيه، وراه المشكل ديال السياده الغذائيه هو واحد المشكل كبير تنعاني منه. انا هنا الحوت ديالنا ما تنتصرفوا فيه وتتصرف فيها سميتو، والسياسه علاش مبنيه اليوتيس؟ هو سياسه تصديريه بالاساس، لانه لا يعقل تقول لي ترفع واحد المعدل النمو ديال الصيد بواحد الوتيره خياليه في الوقت اللي انت عندك المصايد تتقول بيدك انها يعني مستغله وفيها افراط استغلال، والكوطه ديال الصيد يعني مصايد الاسماك ديال راسيه الارجل ما تعافاتش، المصيدات ديال الشمال وديال الوسطى ما تعافاتش، داك الشيء اللي في الحسيمه راه تيخلع ان مراكب ديال الصيد الساحلي السردين هاجرت الحسيمه، لان كاين المشكل ديال واحد الخلل بيئي حتى هو ديال الحوت النيغرو اللي تيهجم على الشباك ما تيستناه ما ياكلش، يعني تيهجم على الشباك ديال السردين. اذا هذه المشاكل كلها تتخلع وتتق واحد النقص ديال الخطر، انه هذه السياسه اللي اعتمدت من 2009 حتى 2020 ما هي الا توزيع لا كعكه لصالح الباترون الكبار، وراه البحر فيه يعني تيعاني، وممكن داك الشيء يشكل واحد الخطوره كبيره في الفقدان ديال هاد الثروه هادي. اذا المشكل كبير، وخصنا نشوفوا حنا البحاره بشكل مباشر لهذا المشكل وناخذه بجديه. علاش؟ لانه في الاضرابات اللي داروا مؤخرا في الاعالي راه تيتقاطعوا مع السياده الغذائيه. علاش؟ لانه تيعانيوا البحاره من الراحه البيولوجيه اللي طويله وغير مؤدى عنها، وسببها هو التدمير ديال الثروه السمكيه
ديال الاكتوبر. وبالتالي ملي تبغي انت تدافع على هذه القضيه التعويض، راه المشكل اصلا هو في طريقه تدبير ديك المصايد، واللي ما تيتحملوش فيها العمال اصلا ادنى مشكل. اذا كاين ديال التزمير ذاك سميتو، خص الباترونه عاده اللي خصها تحمل هذا يعني هذا النتائج الكارثيه ديال الصيد. والحيه يعني ديال الاعالي 8000 بحري راه ما تعوضوش، وان عوض البعض اثناء وتيشتغل في ذوك الايام، يعني الاغلبيه راه ما تعوضوش على على ديك الرحله اللي تتوصل شهور، يعني تيخدم بلا 6 شهور تيريح 6 شهور. الباترونه راه مزيانه ليها لانها مستفيده ما تتخلص، ولكن التكلفه نزاعه للبحريه. فيما يخص الصيد الساحلي سرديد، هو يعني واحد القطاع تيشغل واحد ديال عامله كثيره بزاف، يعني تقريبا الصيد الساحلي تقريبا 95000 بحار واللي تيشغل فيها سرديد واحد النسبه مهمه اللي ما تستفدش نهائيا من يعني تامينات ديال جميع التامينات، لانه كاين سوق سوداء كاين الى اخره، وكاين تهميش ديالها، وكاين نزره ديال الحوت، والحوت ما بقاش بالكثره، وهذا مشكل حد ذاته. ابراهيم نفس الوقت ديال الرساله 15 يمكن انني نعاود نرجع عليك في الردود، ويمكن تضيف الافكار المهمه في المداخله. وشكرا بعد على هذا البسط للمخططات ديال اليوتيس في مجال البحر. للحديث ايضا عن انعكاسات سياسات الدوله على المجال الغابوي باعتباره مجالا عقاريا مهما ويشكل مصدر عيش ساكنه واسعه خاصه بالقرى، معنا لنقاش هذا الموضوع المناضلة خديجة فهدي، وهي المناضلة النقابية بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار بالمغرب. خديجة أيضا معك 15 دقيقة لنقاش هذا الموضوع، وتفضلي. شكرا أيضا على تلبية الدعوة. خديجة شعلي ميكرو ديالك ميوي. مازال الميكرو ديالك ميا خديجة، الميكرو ما خدامش. داكور، ودابا مزيان خدام بدا. داكور، بالنسبة لصفا مزيان خديجة كنسمعوك مزيان، تفضلي. المجال الغابوي، شنو كنقصدوا بالمجال الغابوي أو الغابة بشكل عام؟ كنقصد به كل ما هو خارج المدينة، أي الخلاء اللي فيها، كتكون من 4 قرائن اللي هي الأشجار والنباتات بحال الصنوبر، الأرقان، النباتات الشوكية وغيرها، كاين الصخور والمعادن والماء، كاين الحيوانات اللي المتوحشة الغير أليفة بحال الغزلان سواء مفترسة أو غير مفترسة، وكاين الإنسان. إذن الإنسان الغابة وجدت كاملة كاين دمج داخلها الإنسان، وكان دائما جزء لا يتجزأ من هذه الغابة، لأنها كانت البيئة اللي هو كينتمي لها والمجال الحيوي اللي كيعيش فيه. في كل منطقة من مناطق المغرب كاينين السكان الأصليين ديال هذه المناطق، هذه عاشوا في هذه في البيئات ديالهم والمجالات يعني الغابوية ديالهم منذ آلاف السنين كوطن لهم، وكانت الأرض وحدة كاملة، وكان النظام القبلي الأمازيغي السائد آنذاك يعطي المفهوم والبعد الجماعي للأرض في إطار الأعراف القبائلية الأمازيغية اللي كانت تنظم العلاقة بين الأفراد بيناتهم بين الجماعات وبين الفرد والجماعة. ورغم أن المفهوم القبلي في حد ذاته هو واحد المفهوم طبقي، لأن في القبيلة كاين عبيد وكاين أثرياء وكاين فقراء،
ولكن في واحد ولكن رغم ذلك كان كيشتركوا في الحق في الأرض والثروات ديال الأرض ديال البلاد ديال الغابة. ومن بعد من جات الغزوات الإسلامية تغير، يعني كيندمج دخلت بعض الحوايج اخرى اللي هي شرعية بحال الإراثة وداكشي، اتجاه انه في تغيير هذا الملكية الجماعية الأرض الى بحال الإراثة بحال بعض الوثائق اللي كتقسم الأرض بين 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 السكان بين السكان ديال الغابة. إذا قبل من الاستعمار الفرنسي كانت كانت الغابة ملك السكان الأصليين ديالها اللي هما جزء لا يتجزأ منها، لكن يوم تغير كل شيء رأسا على عقب، لأن النظام المغربي أي المخزن أصبح كيمارس السيادة المطلقة على الملك الغابوي، وأقصى قرينة أساسية في هذا من في هذا يعني أقصى واحد قرينة أساسية من القرائن الأربعة للمجال الغابوي اللي هو الإنسان. اعتبر أن المجال الغابوي أشجار ونباتات حيوانات ماء ومعادن، ولكن أقصى السكان الأصليين حولهم من المالكين الأصليين إلى مجرد منتفعين أو ذوي الحقوق، بمعنى أنه راه بحال إلا يد اللي هما غير وافدين، وهذا المخزن أعطاهم هذا الأرض سلفها لهم كمنتفعين، وواحد النهار غادي يستردها منهم وكيلوح لهم ديك درهم زوج دراهم 10 دراهم نيترو. يعني في المغرب كل شيء هذا الشيء اللي كاين، يعني كيكون طرد جماعي السكان ديال الغابات، تهجير قسري لهم بدون اي بديل، يعني تشريد لهم واحد ما كاينش، ماشي فقط تفقير ولكن تشريد، يعني من بيوت ديالهم من الاوطان ديالهم كما كنشوفوا في تمتتوشت مثلا حاليا تدار سد سياحي، وباش يتدار سد سياحي تم تهجير قريه يعني تهجير هدم بيوتهم، يعني قضاء على البساتين ديالهم، تدمير البيئه ديالهم، باش يتدار واحد المشروع اللي هو كيستثمر فيه الناس اجانب اللي ما عندهمش علاقه بالمنطقه. اذا كتم طردهم وتهجيرهم تهجيرا جماعيا قسريا من البيئه ديالهم الاصليه، من قراهم، من البساتين ديالهم، من اراضيهم الزراعيه بدون اي بديل. ومنين جا هذا الشيء؟ علاش كيستند المخزن؟ دونك المخزن هو ما اشنو دار، يعني اصبح يمارس السياده المطلقه على الملك الغابوي بموجب القوانين الاستعماريه اللي دشنا لها الاستعمار الفرنسي. هذه القوانين الاستعماريه هي اللي كيستند عليها النظام المغربي وكيفعلها وكيجتهد فيها في اتجاه خوصصة الارض واعتباره يعني اعتبارها الارض بضاعه وسلعه قابله للتسويق والتفويت، وكتخضع للمضاربات العقاريه. وتم في إطار الدولة المستقلة تفعيل الظاهرة الاستعمارية، واستولت الدولة على المجال الغابوي وعلى الأراضي عموماً، ماشي لحمايتها كما تدعي وحماية البيئة، بل من أجل إهدائها للرأسمال المحلي والأجنبي. إذن الطاقم ديال الدولة هو التحديد الإداري للملك الغابوي، لهذا تخلقت المندوبية السامية للمياه والغابات، لها علاقة مباشرة بالمالك بما فيه تنافي مع تنافي هنا كان، يعني ما كاينش تنافي مؤسسات، يعني ما كاينش كاين يعني مباشرة كيشرف عليها الملك. وكاين عاوتاني التحديد الإداري للأملاك المخزنية كتحفظه وزارة الاقتصاد والمالية. بون لهذا إذا من أجل يعني السير قدما في اتجاه خوصصة هذا يعني تفويت الغابة للخواص. في 1998
مباشرة بعد المرسوم الوزاري اللي وقعوا اليوسفي، تخلقت المندوبية السامية للمياه والغابات بتواطؤ مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، وتم تحفيظ أكثر من 90% من الأراضي ديال الغابة. في 2016 بعد اليوسفي جاء بن كيران قضى على داكشي اللي تبقى. دونك هادشي بالنسبة للقوانين الاستعمارية والتحديد ديال الأراضي. الاستراتيجية الحالية ديال 2020 و2030 اللي طلقها الملك مبنية على أربعة المبادئ، اللي هي أولا يعني أربعة المبادئ باختصار كيطرحوا في المبدأ الأول الشراكة مع الساكنة المحلية، يعني تشجيع إحداث جمعيات ذوي الحقوق، يعني كيعطيهم ديك مثلا ديك 350 درهم للهكتار مقابل انهم يديروا واحد النوع، حيت هناك كاينه مبادئ هما كيشجعوا الغرس والتشجير وكيتم تسييجها لاول مره، كيبدا هذا التسييج هذا، وهما يعني بغاو باش الجمعيات يعني السكان الاصليين يمارسوا واحد القمع الذاتي لهم هما، يعني كيدخل كيطمعوهم ديك 350 درهم للهكتار، بالمقابل كيحرسوا هذيك الاغراس المسيجه ودوك الاشجار المسيجه، وكيكريو لهم العقود ديال حق القنص وشي حوايج بحال هادو. ولكن الهدف من هذه السياسه هذه هو انه ينوتراليزيو هاد السكان هادو باش ما تكونش مقاومه اللي هم يعني كيطمعوهم بهذاك الشيء، شويه مستغلين الفقر المدقع ديالهم باش ما يقاوموش هاد السياسه الليبراليه اللي هاجمه حاليا على المجال الغابوي كتستنزفوا وكتدمروا. الفكره المبدا الثاني هو غرس واحد العدد من الهكتارات ديال الكاليبتوس والصنوبر باش يستافدوا منها الخواص، يعني كيجيو كيحطبوا داك الشيء وكيديو النجارة، صناعة الورق، صناعة أخرى. دونك وخلق منتزهات يعني وطنية في كل جهة من جهات المغرب، يعني تتقرر خلق 12 منتزه في هذا المجال الغابوي. وثانيا كاينه خلق المهن الغابوية بحال الأغراس، السياحة، يعني المقاهي، كل ما كيتعلق بهاد المهن مرتبطة بالسياحة وبالمهن الغابوية. والمبدأ الرابع هو الإصلاح المؤسساتي للقطاع وخلق وكالة المياه والغابات، وكالة لتدبير المنتزهات الوطنية. وحنا كنشوفوا المنتزهات لي بارك يعني على الصعيد الوطني انه تدارو تجيجه تدارو، انا كنشوفوا بحال البارك ديال الناس مثلا، ما كيكونش الارض، يعني كتولي الاداره ديال المنتزه هي اللي كتولي بحال الديوانه، ما اي حاجه داروها السكان من تما ما هي ما كيقدروش يديروا حتى حاجه الا من خلال الاداره ديال المنتزه. كاينه كاع واحد الجمعيه اللي جاها الدعم خدات منه اداره المنتزه واحد النسبه كبيره، يعني كاين السكان ديال داك المنطقه اللي فيها منتزه كيوليو بحال مكريين او لا عبيد عند هذيك اداره ديال المنتزه، ما كيبقاوش احرار في البلاد ديالهم اللي هي بلاد يعني كسكان اصليين، هي ارض ديالهم هما اللي ما عندهمش حق يقرروا يديروا اي مشروع او اي حاجه، ولكن بالمقابل كيتم يعني تفويت الأراضي ديالهم الخواص. يعني كاين بزاف كتشوف الكريانات يعني المقالع كيهجموا على الغابة. غير تذكير بالوقت، عندك واحد 5 دقائق باقية دونك كمل. إذا باختصار بغيت نقول أن المخزن مثلا
انه ماشي بغى يحافظ على الغابه بل جعل الثروات في يد المستثمر الراسمالي. والقطاع الغابوي حاليا موجه للراسمال المحلي والاجنبي، معرض للاستنزاف والتلف والضحيه هما السكان الاصليين. يعني باش يتوجهوا الناس اتجاه المحاكم والقضاء والادارات، هذا واحد هذه متاهات ما يمكنش يخرج منها. اذا كنوجه الدعوه للسكان ديال الغابات على الصعيد الوطني باش ينظموا انفسهم ويناضلوا من اجل يعني الاراضي ديالهم، من اجل الحقوق ديالهم في الارض والحقوق المرتبطه بهذا الارض اللي هي السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه والحقوق الثقافيه واللغويه ديالهم. وتحيه تحيه لك خديجه ايضا، شكرا لكل المتدخلين والمتداخلات. غادي ننتقلوا للاسئله التفاعليه ديال المتتبعين. عندنا 5 دقائق لكل متدخل ومتدخله، وبحالة الإجابة أو رغبة المتدخلين والمتدخلات في الإجابة على كل سؤال بشكل جماعي على السؤال، يمكن أننا نخصص دقيقة لكل متدخل للإجابة الجماعية للسؤال. السؤال الأول اللي كيطرحوه المتتبعين والمتتبعات هو: ما هو دور المجتمع المدني في الحد من تأثيرات السياسات الغذائية المعتمدة على الاستغلال الظالم للشركات الرأسمالية في المجالين الزراعي والبحري؟ فما بدأوا معك عمر أو أي واحد فيكم اللي ممكن يطلب ولا يتفاعل، فالكلمة لها ولها. شحال قلتي فاطمة الزهراء دقيقة؟ إلا غادي نجاوبوا كامل، إلا المتدخلين والمتدخلات بغاو يجاوبوا على السؤال يعني ممكن نعطي دقيقة لكلكم للإجابة على هذا السؤال إذا كان كيبان أن الجميع يريد التفاعل مع السؤال. واخا انا غادي نحاول نجاوب بسرعه على هذا السؤال. هذا هو الى جينا نشوفوا ما هو جاري في الساحه النضاليه اليوم، غادي يبان لنا فعلا هذا الدور ديال المجتمع المدني. واخا المجتمع المدني تطور مفهوم اللي هو طفال شويه، ولكن ملي كنشوفوا مثلا هذه التعبئات كلها اللي دارتها السنين الاخرى من اجل الحق في الارض والثروه، هذيك تنسيقيه اكال وواحد العدد ديال المسيرات الوطنيه والمسيرات الجهويه ضد فعلا هاد الشيء ديال التحفيظ العقاري الغابوي اللي شارك به خديجه، هذاك الشيء كذلك ديال الرعي الجائر، قانون الرعي الجديد، القضيه ديال الاستيلاء على الثروات وكذا. دونك كاينه تعبئه، وهذيك التنسيقيه ديال الاكل جامعه واحد العدد ديال المنظمات ديال المجتمع المدني فعلا اللي عندهم واحد الملف مطلوب كله ضد فعلا هذه السياسه ديال الدوله فيما يخص هذا الشيء ديال الاستيلاء على الارض والثروات. كاين كذلك الى شفنا النضالات ديال النساء السلاليات من اجل حقهن في الارض، لان دابا هذا الشيء ديال الاراضي ديال السلاليه شفنا كيفاش الدوله دابا هي غاديه في هذاك الورش باش تفوتوا المستثمرين. وكاين النضالات ديال كبيره يعني تقريبا شي عند 8 سنين وضع 6 سنين الاخرى ديال باش فعلا يحافظوا على هذاك الطابع الجماعي ديال الاراضي السلاليه. وما في الوقت راه دابا مشى، ولكن راه كاين بزاف ديال النضالات اللي كيبينوا فعلا هادشي ديال العاملات والعمال الزراعيين في النضالات النقابيه، البحاره، الفلاحين الصغار، سكان القرى الى اخره. دونك كاين واحد الديناميه كلها فعلا ديال انه الناس راه ما ساكتينش على هاد السياسات، ولكن هذاك الشيء خصو شويه ديال التنسيق، خصو مازال شويه ديال التلاقي ديال مختلف هاد النضالات واحد الديناميه اللي، وهذاك الشيء حنا اللي كنسعوا ليه التنسيقيه ديال الشبكه ديال السياده الغربيه.
صافي نحبس هنا. تحية عمر، درتي لي دقيق بالحق. مازال المجال مفتوح للحل المتدخلين والمتداخلات للتفاعل مع السؤال ديال ما هو دور المجتمع المدني في التصدي لسياسات الظالمة في المجالين الفلاحي والزراعي حسب مجال نشاط وانخراط كل متدخل ومتدخلة. إلى ما كانش نمر للسؤال الثاني. إبراهيم بالضبط، إبراهيم أو خديجة اللي يطلب الكلمة. عاودي السؤال. السؤال اللي كان طرحه المتتبع المتتبعات، ما هو دور المجتمع المدني في الحد من تأثيرات السياسات الغذائية المعتمدة على الاستغلال الظالم لشركات الرأسمالية في المجالين الزراعي أو البحري؟ هو حاليا انا على حسب طبعا اللي كنشوفوه واللي ذكره رفيق المجتمع المدني، هو قضيه جنينيه، يعني ما كاينش واحد الوعي جماهيري بالقضيه ديال المتعلقه بالسياده الغذائيه. لهذا كنشوفوا ان يعني كاينه ما كاينش وعي، يعني يقدر حاليا ممكن يعني الدور ديالنا كإطارات، يعني في البداية ديال يعني في أكادير مثلا السيادة الغذائية والقضية ديال كذلك الأكل تنسيقية الأكل، يعني راكمت خلال واحد مده قصيره ماشي طويله بزاف، ودرت يعني قمت بواحد الدور كبير من اجل توعيه الجماهير الفلاحين والعمال الزراعيين وكذلك يعني الجماهير بشكل عام، ولكن الدور ديالها هو طبعا هو توعيه وتنظم تنظيم يعني تنظيم الفلاحين باش يقدروا يعني من داخل الإطارات ديالهم المناضلة يقدروا ما يمكنش يقوموا يعني بشكل ما يقدروش يحققوا حتى حاجة بدون تنظيم، يعني هذه مسألة أساسية. الدور ديال المجتمع المدني هو التوعية بالأساس وتنظيم الفلاحين والضحايا من أجل قدرة يعني باش يسمعوا الصوت ديالهم ويقدروا مستقبلا يشكلوا واحد القوة من أجل يعني نزع الحقوق ديالهم. هي إلى ما كانش إضافة أخرى بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الأول نزيد سؤال ثاني أيضا ديال المتتبعين. هناك سؤال ثاني اللي بغى، دونك السؤال الثاني ما كانش تفاعل ولا اللي بغى الكلمة من المتدخلين ومتدخلات الإجابة على السؤال الأول، غنتقل للسؤال الثاني. إبراهيم ما عندكش ميكرو مية وغادي نطرح سؤال. دونك الى السؤال الثاني ايضا اللي كيطرحوه المتتبعين والمتتبعات، هو نحاول نصيغه لانه اذا كان هذا هو المقصود، واش الاختيارات السياسيه بالمغرب تناولت المساله اي الفلاحه والصيد البحري كقضيه سياسيه؟ هذا هو السؤال اللي طرحوه المتتبعين والمتتبعات. واش عاود السؤال؟ هل الاختيارات السياسية بالمغرب طرحت هذه المسألة أي الفلاحة والصيد البحري كقضية سياسية؟ سؤال أنا نقلته بشكل مباشر. أي اختيار سياسي؟ أي اختيار؟ الخيارات كلها سياسية بالدرجة الأولى، لأن السياسة الاقتصادية في البلاد غزاة نحو تبعية اقتصادية بالمعنى الواسع الكلمة، سواء في القطاعات الاستراتيجية بحال قطاع الصيد البحري، قطاع الفلاحه، او حتى طريقه التدبير ديال الميزانيات والاكراهات اللي داروا يعني والديون اللي متراكمه بفعل ديك السياسات الى اخره. يعني الخيارات كلها اللي تدل على ما حسب علمي فالقطاع ديال الصيد البحري والقطاع الفلاحي هي املاءات
لأنها سياسة رؤيتيس ومخطط أخضر هي إملاءات بالدرجة الأولى، وبالتالي تتخضع للإمبريالية وتتخضع رأس المال الأجنبي والمحلي. والاتفاقيات اللي تدار حاليا ديال الصيد البحري ما هي إلا خيارات ذاتها الدولة في إطار واحد استراتيجية من طبيعة الحال راجعة لإملاءات يعني ديال المؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسية. تحية لك إبراهيم على التفاعل. كانت يعني المفهوم ولا المسألة الموحدة ولا التقاطعية بين جميع المداخلات هو السيادة الغذائية، وذكرتوا باختلاف تجاربكم النضالية ولا انخراطاتكم في منظمات النضال في المغرب هذا المفهوم هذا أو هذا المشروع، أو يعتبر بديلا جوهريا تناضل من أجله شبكة شمال إفريقيا من أجل العدالة من أجل السيادة الغذائية. وسؤالي موجه أساسا لعمر، كيف يمكن أو سبيل تحقيق هذا البديل، وشنا هي الصعوبات التي تنتصب أمام تجسيد هذا المشروع بالمغرب؟ في 3 دقائق عمر. 3 دقائق. ثلاث دقائق. أنا غير بغيت بعد نتفاعل مع إبراهيم اللي قال هو بأن هذاك الشيء إملاءات، بمعنى راه السياسات كلها الفلاحية هي ذات جوهر ديالها سياسي، بمعنى كتخدم طبقات اجتماعية معينة، وراه هضرنا على ذاك الشيء. هذوك الإملاءات راه كينفذوهم هادو كنفذوهم الحكام في المغرب ديالنا على غرار البلدان الاخرين اللي هي تابعه، لانها كيخدموا المصالح ديالها. بمعنى كاين هذاك تشابك المصالح بين هذوك الاملاءات اللي كيخدموا المصالح ديال الشركات متعدده الجنسيات، وكذلك كبار المستثمرين هنا، وكنلقاوهم راه كبار المصدرين الشركات، وداخل هذاك الشيء كلشي في واحد الشكل ديال الاندماج كيفرقوا هذوك الكعكه بينهم. دونك هذا غير واحد التوضيح إضافة بالعقل هذاك الشيء ديال البراهين. بالنسبة للسؤال ديال كيفاش فعلا غادي نديروا السبل، أنا كما شفنا حنا هو غادي ننطلقوا من هذا الشيء اللي كاين، ما غاديش حنا ننطلقوا من هذا الشيء اللي كاين، من هذا الشيء اللي قلته قبيله. هاد النضالات اللي كاينين اليوم والتعبئات اللي كاينين، طبعا هذا الشيء دابا ديال كوفيد خربق كل شيء من هذا العام، ما راه كانت واحد الدينامية صاعدة أو فهادشي ديال الحق في الأرض والثروة، مسيرات، القضية ديال الرعاة، صغار الرعاة ضد مافيا العقار، كاين ضد هادشي ديال الغابات، الناس تيدافعوا على الغابة ديالهم، ضد هادشي ديال يعني اللي كاين دابا في هاد السياسة الغابوية، كاين كما قلت العاملة العمال الزراعيين، كاين السكان ديال القرى اللي كيدافعوا وكيناضلوا من أجل بنية تحتية، حد أدنى من البنية التحتية. كاين نضالات الدفاع على الماء، الحق في الماء، واحد العدد ديال المناطق في المغرب، كاين كذلك النساء السلاليات كما قلت الى اخره. دونك هادو كلهم هما في الحقيقه القاعده الشعبيه ديال هاد السياده الغذائيه، هادو هما اللي غادي يديروا السياده الغذائيه، لانهم الى جمعناهم كلهم كيشكلوا واحد الكتله شعبيه واسعه. راه هادو دابا راه الى حسبناهم راه غادي نقربوا 4 الملايين في الوقت، لانه حنا ملي كنشوفوا هاد الكوش اللي كيدعم الدوله راه ما فايتش واحد 400 ولا 500 في المجموع كله ديال هاد الشريحه ديال الاقليه اللي كتدعم هاد الدوله، وعطيها هاد الشيء كله فعلا، عطيها الامكانات دابا باش تستحوذ على كلشي. وبالتالي فهاد الكتله الشعبيه الواسعه دابا اللي هي معباه وطبعا مستعده للنضال وبينت على داك الشيء، وفعلا راه كتعرض للقمع والمحاكمات كما شفنا في واحد العدد ديال البلايص، هادو هما دابا اللي غادي يشكلوا فعلا هذيك القاعده ديال السياده الغذائيه الى فعلا تنظموا كاملين. وكل شيء هذوك النضالات ديالهم كيصبوا في واحد المبادره يعني على المستوى الوطني. داك الشيء اللي حنا قلنا شبكه السياده الغذائيه راه هذا الشيء عنده بعد اقليمي وعنده حتى بعد عالمي، لان البعد الاقليمي، لان ملي تنشوفوا الراس مال دابا الاتحاد الاوروبي مثلا السياسه ديالو راه كلها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى، وبالتالي فحنا تنقولوا ودي خاص نفس المنطق اللي كيناضلوا به الشعب في المغرب
كاين هذا الوبي في تونس، كاين هذا الوبي في الجزائر، كاين هذا الوبي في مصر، كلنا عندنا نفس الكوارث ديال التبعيه الغذائيه الى اخره. وبالتالي هذه التوثيقيه ديال السياده الغذائيه في المغرب اللي كتضمن راه بدات راه تقريبا فاش درنا حنا التسييس راه كاينه تقريبا اكثر من 30 جمعيه ونقابه وتعاونيه الى اخره. هاد الناس اللي منظمين واللي كنشوفهم في الميدان راه بداو كيفكروا بشكل جماعي كيفاش فعلا نزيدوا نشدوا هاد الشيء. طبعا الصعوبات باقي كتكمن انه مازال خاصها شويه النقاشات على هذه السياده الغذائيه، لانه راه ما كاينش تقاليد ديال هذا النقاش، هذا هو اللي مازال خاص فيه شويه ديال التحسيس والتعبئه. وحنا داك الشيء اللي كنحاولوا نديروا اننا مازال نزيدوا هذا الشيء اللي كنديروا هذه الندوه هذه، هي واحد النوع ديال اننا نفتحوا واحد النقاش على هذه السياده الغذائيه. وهذوك الاصدارات اللي دارت اتاك كذلك في الكتب ديالها على السياده الغذائيه هو هذا فتح هذا النقاش وتعزيز هذا المفهوم ديال السياده الغذائيه باش فعلا نزيدوا نبنيوا هذاك التعبئات اللي كاينه على اسس السياسه. تحيه. تحيه. عندي ليك سؤال خديجه، لانه في المداخله ديالك بسطتي بشكل كبير كيفاش الدوله تتهجم على الغابه وكيفاش يعني تتوقف سدا منيعا امام سياده ممارسه الحق السيادي للسكان الاصليين لهذا المجال الغابوي، ورافقتي مجموعه من تجارب الاداره في القرى خاصه بالجنوب الشرقي، وبغيت نعرف منك الدور ديال النساء، كيفاش النساء لانهن ايضا احد الركائز الاساسيه في بديل ديال السياده الغذائيه، النساء في المقاومه وايضا هذه المقاومه هذه كمنتجات كمستهلكات وكملكات للارض. طبعا المرأة في المجال القروي هي كتعاني بواحد الشكل كبير أكثر من الرجل. يعني كنعرفوا بأن السكان الأصليين في الغابة أو لا في البوادي ديالهم أو لا في القبائل ديالهم يعاني من واحد السياسة اللي كتمارس عليهم واحد الحصار اقتصادي خايب اجتماعي، كيكونوا محرومين من كل شيء، ما عندهم مدارس، ما عندهم مستشفيات، ما عندهم طرق، ما عندهم بنية تحتية، ما كاين حتى حاجة. يعني الدولة كتجي لدوك المناطق كتاخذ الثروات كتمشي في حالها، كيبان ليها بنادم كيموت غرقان سميتو ما بحال ما كتشوفو بحال ما كاينش. طبعا ماشي غير في الجنوب الشرقي، كاين مشينا لايت بعمران، مشينا للريف، مشينا للجنوب تم تتشتو ميدلت، كاين في اكادير نيت، يعني مناطق كثيره في خنيفره، مشينا للمناطق كلشي اللي تجولنا فيها، ماشي تجولنا ولكن مشينا المحطات النضاليه تما باش وخدينا تقارير وتصنتنا للناس وشاركنا في وقفات احتجاجيه تما، وخصوصا في الأطلس المتوسط، يعني في مناطق كل شيء المغرب كامل. المرأة هي كتخدم بزاف، لأن الفلاح الصغير هو كيخدم بيديه، والمرأة كتشتغل يعني ولكن كتشتغل من جهة، ولكن ما عندهاش واحد الاستقلالية، يعني كتشتغل والراجل كياخد يعني كياخد المحصول الزراعي كيبيعو كيدير، وكتكون كاينة تما وصية ديال الراجل، كتجلى هاد الوصية هادي ملي كنجيو ندخلو مثلا في الانخراط في العمل النقابي، ما كتحضرش المرأة، كيحضروا الرجال وسدين على عيالاتهم وخواتاتهم في الديور، لان كاينه تما وصيه ديال الرجل من جهه، وهي المراه كما قلنا كتعاني، لان الوفيات ديال النساء الوفيات كتكون في صفوف النساء، خصوصا النساء الحوامل بالدرجه الاولى كضحايا ديال التهميش، والاطفال طبعا كاين هما من ناحيه التنظيم، يعني ما كيحضروش الاجتماعات، ما كينخرطوش في النقب، ولكن بشكل فطري وعفوي ملي كتكون شي معركه مباشره مع ملي كيكون شي هجوم ديال الشركات ديال المخزن، هي كتكون بشكل عفوي كتندافع وكتكون في الواجهه الاماميه
وكتلقى الضربات ديال المخزن، لان المخزن هو ملي كتجي الشركه كتهجم عليك، انت كتهجم على ارضك، انت كتصدى ليها، المخزن كيجيب لك العسكر. شكون اللي كيتصدى لذاك الهجوم؟ كيتصداو النساء، النساء بالدرجه الاولى هما اللي كيتصداو، كيجي العسكر، كيجيو القوات بمختلف الانواع ديالها. كتتعرض المرأة للضرب بواحد الشكل همجي ومهين جدا، وحتى وسائل الإعلام ما كتفاعلش مع هاد مع هاد مع مع هاد الأحداث اللي كتوقع في هاد المناطق المهمشة. ما كنلاحظوش أنه كاين شي تعاطف في المستوى، لأن هنا الدولة كتمارس إرهاب دولة في حق السكان الأصليين، وما كاينش شي واحد يعني الناس ديما كيقولوه، بما ان لو مثلا هذوك الناس جات الجزائر هي اللي ضربت دوك العيالات، المغرب كامل غادي ينوض لو كانت العسكر بالجزائر او الحكومه بالجزائر. ولكن ما دام راه العسكر المغرب والقوات المغربيه اللي كتضربهم، راه ماشي مشكل. هذوك الناس ما كيجيب لهم يهملوا هذه المسائل، ما كيضبطوهاش مزيان. ما يقع في حق السكان الاصليين في البوادي هو ارهاب دوله، كل ما فيه الكلمة معنى. وكاين كتوقع أشياء كثيرة، وما كاينش ما كاينش ما كاينش يعني كمناطق مهمشة خاص حنا نهرسوا، يعني نهرسوا هذاك الجدار السميك اللي كيفصلهم، يعني نفكوا العزلة عليهم من جهة، كمناضلين، كصحافة، كمجتمع مدني بين قوسين. ولكن ما كاينش يعني خاص، لان هذه القضيه ديال المتعلقه بالارض والمتعلقه بالصراع، يعني متعلق بالارض ومتعلق والحقوق المرتبطه بالقضيه الارض، وحتى مفهوم الارض في حد ذاته. يعني هذه القضيه في البدايه ديالها راه ما كانش فيها، وكان فيها واحد شويه ديال التخبط، ولكن تعطى الارض، قضيه الارض مفهومها الحقيقي كمفهوم سياسي. والصراع راه صراع سياسي، والنضال يعني خصو يكون نضال سياسي جذري لا يهادن، يعني مع أعداء الطبقيين والنظام. هذا طبعا المرأة هنا ديما كما قلت أنها كتعاني حقيقة من الصراع من وصاية ديال الرجل، ولكنها في المواجهة المباشرة هي ديما كتكون ضحية، وكتكون في المواجهة المباشرة. كاينة قضية امتدتش المرأة، راه شفناهم عدد النساء المعتصمات لمدة ما قربت شهرين تحت درجة الحرارة 7 تحت الصفر. أنا كنت حاضرة تما وشفتهم، وكياكلوا الزيت وأتاي صباح وعشية، والعامل دار عليهم حصار ما توصلهمش الماكلة، وجالسين تمايا في ديك في ديك في ديك في ديك الطقس هذا. كانوا النساء تعرضوا للتراكس، هما النساء كلاو العصا اللي جا العسكر، راه ديجا حيت حيدوا لهم البورتابلات على اساس انه فاجئوهم باش يقتلوهم عصا. ولكن واخا هكاك يعني خرجوا فيديوهات اللي كيوثقوا هذاك العسكر اللي جابوه من العيون وصفوا العيالات تما. كذلك فيما مشينا، لان انا ملي كنمشي طبعا هذه كاين. غير هذه مزيان الاخر، ولان الوقت بدا كيسالي، حاولي غير تختصري باش نعطي نفس باش نعطي الكلمه ايضا لبقيه المتدخلين. حاولي تختصري سمحي لي. نعم، باختصار بان الوضعيه ديال المراه هي اللي كتعاني اكثر، يعني اكثر هي. ولكن كما قلت انها كتنخرط بشكل عفوي في الصراعات المباشره، ولكن على مستوى التنظيم مازال كاين تما الكثير من ما تحية خديجة. إبراهيم، غادي سؤال اللي كيبان من خلال بغيناه نشاركو مع المتتبعين والمتتبعات. هضرتي بشكل كبير على مخططات على يوتيس، يعني والخطر الداهم اللي كتشكلو هذه السياسة على البحر، على المشتغلين في القطاع من البحارة، وأيضا على السكان كمورد غذائي أساسي في المغرب. فالحركة النقابية اليوم الدور ديالها في الدفاع أولا، تصدي لهذا الهجوم،
وفي القيام ديالها بدورها دفاعا لا عن المشتغلين كبحاره كيد عامله، وايضا عن السياده الغذائيه على البحر. في ثلاث تحية دقائق تعاونوني بالاحترام بالوقت باش ما نطولوش على المتتبعين والمتتبعات، لان تحية غادي مجددا. عليا. أولا الحركة النقابية في القطاع هي من طبيعة الحال واخا خطط معارك كبيرة سواء في العالي ولا في الصيد الساحلي، عرفت واحد يعني احترجوا بفعل القمع اللي كان والحصار الشديد اللي ضرب عليها في سواء في المعارك ديال 92 96 بالنسبة للصيد الساحلي الجديد، أو لا فيما يخص الاعالي في 2002 الى حدود الان، يعني كان واحد الحصار مضروب على القطاع ديال الصيد البحري خصوصا ملي تكون منظمه كفاحيه وتتكون بعض الاختلاط احيانا مع عسكرات الميناء باش ما تكونش وقفات خصوصا في الجنوب. هذه الحركه اللي هي من طبيعه الحال عندها تاريخ نضالي وكاين بوادر مازال نضاليه خصوصا في الاواخر اللي ضربوا الناس على انهم يتعودوا على الراحه البيولوجيه ويتخلصوا في تلك الفترات الصحيه لان ما مسؤولينش على ذاك التزمير. هنا فستقطع هذه الحركه مع السياده الغذائيه، تتقاطع بين الدفع على واحد يعني واحد المصير ديال الثروه السمكيه. كذلك ما يخص الراحه البيولوجيه اللي تجمع عباد الله هي حتى هي مهمه باش يعني تستغل وتستمر باش يتناقش هذا الموضوع ديال السياده الغذائيه، لان مرتبط الموضوع مرتبط بالثروه السمكيه. كذلك المشاكل اللي كاينه على مستوى تربيه الاحياء البحريه والمزارع اللي تدار حاليا دابا راه خص تم التعبئه عليها، واخا الحركه ضعيفه الا انه راه كاين مؤشرات. كاين مشكل كذلك ديال الصيد، كذلك ديال الناس يغوطوا على الحوت على الشيء غلا الى اخره، هذو مؤشرات اللي تبين بان الناس وبالتالي هنا فاش خص الحركه والديناميه تكون. المهم في مجمل القول ان الحركه الجماهيريه بما في الحركه النقابيه هي حركه جنينيه من طبيعه الحال، ما وصلت لمستوى التنظيم اللي بغينا نتيجه الانتكاسات، ولكن كاين امل لان مازال كاين حراك وبينات محطات معينه تتمس الغداء مثلا بحال المقاطعه ديال المواد الغذائيه، ولا يعني هذا الشيء تيتقاطع مع المفهوم ديال السياده الغذائيه اللي هو التحكم ديال الشعب في الغداء ديالو وفي الموارد والثروات ديالو. اذا هذه المساله يعني صح. ما اتني ابراهيم خير كلمه. المهم على اساس الخدمه هي يعني لبناء، والبناء تيجي شويه بشويه كما قال عمر زكي، كاين بوادر كاين نضالات خصها تستمر وخصها تكون عندها واحد البوصله وخصها تمس الجوهر ديال الامور، وهنا تيجي دور المناضلين في التعبئه والتعريف بهذا المفهوم ديال السياده الغذائيه اللي تيجمع مجموعه من القطاعات اللي خصها تناضل في هذا الباب. تحيه لكم. السؤال الأخير ونختموه هو موجه العتيقة باعتبارها عاملة زراعية ونقابية نشطة في القطاع الفلاحي. هذا الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير تتهضر عليه دولة كرافعة إلى ما غير ذلك، واللي أثبتتم العكس في المداخلات نتاعكم، وأيضا شكل من أشكال ديال التمكين الاقتصادي، خاصة أن هذا القطاع الفلاحي يشغل يد عاملة نسائية بامتياز. عتيقة من خلال احتكاكك اليوم وتجربتك النضالية والنقابية وتواجدك اليومي مع العاملات الزراعيات، شنو ممكن تقولي على أن واش فعلا هذا هو نوع التمكين الاقتصادي؟ لأن الدولة تعتبر هذا المجال ولا هذا القطاع مصدر لخلق فرص شغل للنساء. شكرا فاطمة الزهراء، شكرا متسبعين على هذا السؤال. غير بالنسبة لهذا السؤال خلق فرص العمل للنساء ولا العمال الزراعيين ككل، بالنسبة للقطاع الفلاحي هي أغلب اليد العاملة وهم النساء، يعني كاين أزيد من 70% ديال اليد العاملة في القطاع الفلاحي هما نساء، وهذا يعني ما غاديش نقول فرص عمل للنساء ولكن فرص للمستثمرين من أجل استغلال النساء
في هذا القطاع الفلاحي كعاملة زراعيات، لأن المرأة العاملة الزراعية ما كيكونش عندها الوقت الكافي البحث على حقوق ديالها وعلى المطالب ديالها، يعني وعلى الأشياء اللي كتمنع الاستغلال ديالها داخل محطات التلفيف والضيعات الفلاحية. ولهذا كيكون يعني رغبة الباترونة في أنهم يكون تشغيل النساء، وهم حقا هم أكبر يد عاملة في القطاع الفلاحي. وهذا اللي تبين لنا من خلال في السنوات الأخيرة، اللي كيف ما كنعرفوا حتى تنظيم العمل النقابي، النساء ما كيتواجدوش في اتخاذ القرارات، وهذا ما جاز زعما عن فراغ، ولكن كانوا لأن النساء ظروفهم الاجتماعية كتكون صعيبة، لأن كيكون عندهم اشتغال داخل البيت، وأيضا في الضيعات، يعني الوقت اللي كيخدموا 8 ديال السوايع ماشي سهلة، وكيخدموا قبل منها ساعتين في الصباح وساعتين في العشية. هذا اللي كيكون إذا كانت العمل 8 سوايع، باش كتوصل ليه المرأة راه كتخدم 12 ساعة في اليوم. هذه اللي كتصعب. ولكن رغم ذلك كنساء عاملات زراعيات، وبالضبط كنتكلم على النساء العاملات الزراعيات اللي كيتكتلوا بشكل كبير في جهة سوس نسا، واللي في الشكائت باها كاينه لجنة العاملة الزراعية في الفرع المحلي ديال الشكائت باها، النقابة الديمقراطية للفلاحة، اللي كتخدم على هذا الأساس هذا، لأن العاملات هما مستغلات، وبالصح إذا كانت كتوفر لهم اليد العاملة، يعني الاستثمارات الفلاحية الكبرى، الشركات الرأسمالية، إذا كانت كتوفر لهم فرص شغل، بغينا فرص شغل حقا اللي نخدموا بكرامة وبشروط الصحة والسلامة. وهذا اللي كترفضوا الباترونة الزراعية، وعلى خير ذلك وهو السنوات الأخيرة التنظيم ديال النساء ما كانش بواحد الشكل اللي كبير، ولكن على الأقل في الفرع هنا في الشكائيت بها بداو النساء داخل هذه اللجنة العاملة الزراعية كيتكونوا من أجل أنهم يكونوا في اتخاذ القرارات، ويكونوا أعضاء أطر نقابية، لأنهم المعنيين بدرجة أولى داخل الضيعات ومحطات التلفيف في الحقوق ديالهم. وهذا اللي تبين لأن السلطة المحلية وكذلك الباترونة اللي كيديروا يدا في يد من أجل تجريم العمل النقابي في صفوف النساء. وهذا اللي كيخلي المرأة تعاني، سواء من واحد الجانب اللي كيكونوا إشاعات اللي كيخليوها تلقى علاقين عائلية، وهذه اللي قدرنا أننا كنساء في المنطقة كعاملة زراعية أننا نتحداوها. وكذلك لقينا عندنا واحد النموذج ديال السنوات الأخيرة تقريبا من 2018 حتى 2021، اللي كانوا عندنا مكاتب نقابية قيادية نسائية كلهم تعرضوا للطرد، وأيضا كانوا الشركات اللي داروا طرد جماعي في بعض الشركات كسوبروفيل أو روزا فلور أو القباش أو ضيروك. يعني في ضيروك اللي كنت أنا كعاملة زراعية داخل هذيك الشركة، واللي كنت بمجرد أنني وليت كاتبة إقليمية ديال النقابة السابقة، كان تواطؤ أيضا ديال ديك النقابة السابقة مع السلطة المحلية مع الباترونة، من أجل يعني تجريم القياديات النسائيات في المنطقة، أو لا أيضا اتخاذ القرارات باش كتبقى تكتيف الاستغلال ديالهم داخل الضيعات وما يوعوش بالحقوق ديالهم. وهذه واحد المنهجية كتنهجها الدولة ديالنا مع الباترونة، لأنهم كيستغلوا النساء أكبر استغلال، وكيبغيوهم ما يكونوش واعيات وما يكونوش قياديات وما يكونوش مشاركين في القرار. وكذلك يعني كانت مكاتب نسائية باش اللي تعرضت أيضا للطرد جماعي، كذلك روزا فلور، كذلك سوبروفيل، وعدة شركات أخرى اللي فيها نساء قياديات نقابيات، واللي كيتعرضوا أيضا للاستفزازات من طرف الباترونة والتهديدات، وكذلك الطرد، وكاينة محاربات العمل النسائي النقابي، وكيحاربوا النساء ككل كقياديات نقابيات. وهذا الا كان كيبين شي حاجه، كيبين هي ان ماشي فرص العمل اللي كتوفر العمال والعاملات الزراعيين، ولكن هي تقديم العاملات والعمال الزراعيين بشكل كما باجره رخيصه للباترونه، باش كتستغلها من اجل تكبير الثروات ديالها وتكديس الاموال، وبدون حقوق العاملات والعمال. وهذا الا كان كيبينهم انهم كيحاربوا، لان النساء هما اكبر يد عامله،
وهذا ما كيعنيش انهم كيحاربوا غير النساء، ولكن كيحاربوا ايضا كافه العمال وكل عامل او عامله اللي كيقيس هامش الربح ديالهم. ولهذا كنقول انا كاين تكتيف ديال الاستغلال وليس فرص عمل في هذا القطاع الفلاحي. واللي زاد كيبين دابا هاد القوانين اللي ولات كتناقش جديده كقانون الاضراب او لا كهاد عقود الشغل او لا كان القطاع الفلاحي هو موسمي، وحنا كنشوفوا القطاع الفلاحي كيخدم طيله السنه وكنلقاوه في القوانين انه موسمي. هذا كله غير باش كيخليو ثغرات من اجل استغلال اليد العامله في المغرب بشكل بشع وبشكل رخيص، وهذا اللي كيكون المستفيد او الفرص. كنقول انا دائما الفرص اللي كتعطى في المستثمرين الكبار وهي فرص الاقليه على حساب الاغلبيه، ومن اجل تكبير الثروات ديالهم وباش وما كيستافدوش منها العمال والعاملات الزراعيين. وهذه التصديرات كامله اللي كتمشي للخارج كتمشي على صحه العاملات والعمال الزراعيين، والمحاربه دائما من اجل تضعيف الاستغلال ديالهم. وتحيه. شكرا عتيقه، شكرا لكل المشاركين والمشاركات، خديجه، عمر، ابراهيم. شكرا ايضا للتنسيقيه المغربيه لشبكه كمال الافريقيه للسياده الغذائيه على تنظيم هذه الندوه وهذا اللقاء. شكرا للمتتبعين والمتتبعات. موعدنا في لقاءات وندوات اخرى.